أقول لكم عارفين بعض القصص اللي دارت بين طفلين، لكن أظن أنه الأهالي هنا ما تعاملوش معها كما يجب. احنا قدامنا شخصيتين، شخصية يعقوب اللي شوية بيتوتي، يعني بيقعد في البيت بيطبخ مع أمه وحبيب ماما شويتين، وبعدين في حتة انتهازية أو أنانية، وفي حتة خبص برضو كده يعرف ياخد الحاجة، وحتى لقب يعقوب يقول يتعقب، يعني ايه ياخد الحاجة من صاحبها. عيسو شخصية مختلفة، مندفع فيزيكال كده شوية، يعني حركي أكتر، غالبا همجي. هو كمان مش أحسن حاجة، يعني هو برضو يميل للأنانية مع عنف مع شدة مع قسوة، لكن مش بيفكر كويس. بدأت أول مشكلة بينهم في حكاية طبق العدس دي، وطبق العدس ده كان بداية لخطين ومعركة مستمرة بين أخين حتى ما خلصتش بحياته. يعني الشعوب بعد كده كملت، شعب أدوم كان بيعادي شعب إسرائيل هو يعقوب على طول. إذن القصة تخوف أنه تبدأ بتوأم، دول توأم، بدل ما يبقوا أقرب اتنين لبعض وأقرب أصحاب لبعض يبقوا أعداء والعداوة لا تنتهي. طيب لو أب وأم شافوا بداية صراع بين طفلين، ده لازم يسيبوا كل اللي في إيديهم ويركزوا، لازم يطلعوا أغلى أخوات لبعض وأحن الناس على بعض. الحركة اللي اتعملت، أنا طبعا بفترض بشكل تربوي دلوقتي، مش من حقنا يعني نقول في حد غلطان ولا لا، في الإنجيل مش دي قضيتنا دلوقتي. لما عيسو رجع هفتان من الصيد وبعدين قال له أعطيني من هذا الأحمر العدس، يعني فقال له طب ما تديني البكورية، أم بحاله بطبق العدس. لو بابا وماما كانوا سمعوا عن الاتفاق ده هم عملوا ايه؟ واضح ما عملوش حاجة. وهنا رسالة لكل أب وأم، لو لقيتوا مكر من طفل واستبياع من طفل، الأمراض دي خطر، لو كبرت مع أولادكم هتأذيهم طول العمر. كان لازم نعيد حساباتنا في اللحظة دي، كان لازم نقول تعالى يا يعقوب أنت استغلت الموقف، الطريقة دي فيها مكر ونحطها باسمها، وأخوك لازم يبقى غالي عليك، مش تتمنى الحاجة لنفسك، وهو البكر هيفضل بكر، أنت اللي أنت عملته ده في خداع. هنا ما حصلش المواجهة دي، ويمكن الأم بقت مبسوطة باللي حصل. طبعا ده زود جدا المشكلة، تعرفين عيسو ما بيحبش أمه، طبعا ده مش بعيد يكون لأنه هي بركة الخداع اللي حصل. خطأ فظيع أن أم تبقى متحيزة لابن عن ابن تاني. وهنا في مبررات، هنعمل ايه؟ طب ما هو اللي وافق، هو اللي وافق، ده خداع، ده خداع، ده طبعات البكورية دي تحديد إلهي، ده ربنا اختار كده. طبعا في ناس بتتلخبط وتقول طب ما ربنا كان قايل انه كبير يستعبد لصغير، ده بسابق علمه، يعني ربنا ما حددش ليعقوب يغش اخوه، وإلا يبقى ربنا شرير، حاشا. إنما هي القصة إن ربنا سبق الأيام وشاف اللي هيحصل، وعرف إن عيسو باع البكورية وهيبيع البركة أو ما يستاهلش البركة. فدي النتيجة النهائية اللي ذكرها من قبل ميلادهم، لأن ربنا قاري الأيام كلها، وإن يعقوب رغم شره الأول هيتوب، وهيتوب توبة حقيقية، وهيبقى قريب جدا للمسيح في حياته نص التاني من حياته، وقديس عظيم في نهاية حياته. لكن أرجع تاني لموقف الأب والأم. أحبائي أرجوكم لما تلاقوا ظلم بين إخوات ما ينفعش تغمضوا عينيكم، لأنه يبدو أن الأمور مشيت، بس هي ما مشيتش، في تراكم داخلي بينفجر مع الأيام. أنتوا عارفين في حادثة بقى البركة بعد كده، لما يعقوب سرق البركة من عيسو، ما نقدرش نقول غير كده، وسرقها، هنا انفجرت، جابوا القديم والجديد بقى، والعداوة وصلت إلى محاولة قتل. وهنا الأم والأب ليهم دور،
يعني هم مش أبرياء من المأساة دي، هم شاركوا فيها على الأقل بالسلبية. في سلبية في بعض البيوت، ابن طفل يأذي أخته والأم تقول لا معلش حبيبتي أخوك استحمليه. استحمليه يعني إيه؟ والابن ما يتلمش ليه وما يتحطلوش حدود ليه ويطلع عدواني وكل الناس سكت عليه ليه؟ ونفرح إنه هو يعني شضل، يعني هو دي حاجة، دي مش ده هيأذيه طول العمر؟ إزاي نوافق على غلط في أولادنا؟ أغلى ناس عندنا. في نفس الوقت عيسو غلطان، إزاي تبيع قيمة روحية بقيمة جسدية؟ إزاي ما عندكش يعني احترام للأمور الروحية؟ لأنه طبعا فكرة البكورية هي غالبا ما تصرحتش كما يجب، ما غزوهاش. يعني إيه أنت ليك البركة وأنت هتبقى منك يجي المخلص، وأنه ده شريعة إلهية أن البكر ده له الكرامة، هيبقى رأس العيلة بعد كده. الأمور دي ما تصرحتش. يبقى الأب والأم لما ما يربوش عيالهم على مبادئ روحية وما يواجهوش في التصرفات الخطأ، الحقيقة بيدفعوا ثمن غالي جدا. في يوم من الأيام رفقة قالت يعني الواحد يموت أحسن، لأنه كانت هتشوف العيال الاثنين هيموتوا بعض، ويعقوب اللي هي كانت في صف ممكن يموت، وابنها الثاني هيبقى القاتل، وتبقى مأساة بتكرر وجع آدم وحواء في قايين وهابيل. السلبية مضرة جدا. أتمنى أن كل أب وأم يشوفوا غلط بين الإخوات يعملوا قعدة رسمي وينصفوا أولادهم. العدل بيريح، العدل بيريح الطفل. الطفل مش جاهل، الطفل فاهم يعني إيه أنا اتظلمت، ويبقى الشخص بقدر الإمكان حقاني. مفيش حد ياخد حاجة مش بتاعته، ومفيش حد يفتري على أخوه وتعدي، وما نقولش للمظلوم استحمل ونيجي عند الظالم نضحك في وشه. يبقى احنا كده ظالمين مشتركين في عملية ظلم، وبالتالي في مأساة مش شايفينها النهاردة بس هنشوفها بكرة.